هنروح دلوقتي مع حضراتكم لفقرة الكاريكاتير. هنبدأ مع حضراتكم من روزا اليوسف، وده كاريكاتير عن عيد الشرطة بريشة الفنان أحمد دياب. الأخبار ده كاريكاتير بريشة مروان ورّة. السعودية ده كاريكاتير عن قناة الجزيرة القطرية. عن سوريا ده كاريكاتير بريشة الفنان شريف عرفة من جريدة الاتحاد الإماراتية. عن الحضور الأمريكي في الملف السوري من الشرق الأوسط بريشة الفنان أمجد رسمي. ومن الحياة الجديدة ده كاريكاتير عن سياسة الرئيس الأمريكي ترامب تجاه دول العالم. من البيان الإماراتية كاريكاتير بريشة الفنان عامر الزعيبي عن أمريكا الشمالية والجنوبية. وعن روسيا ده كاريكاتير من صحيفة الجريدة الكويتية. عن دعم اليمن ده كاريكاتير بريشة الفنان سالم الهلالي من عكاظ.